τον Ισίτσανα. جئنا إلى مدينة وجدة لنستدعي موقفنا ومطالبتنا بدعوة المرسوم الوزاري جورج حطاشبية الذي ينص على توظيف الأطر العليا المعطلة الحاملة لشهادة الماستر والدكتورة ودبلومات أخرى. جئنا هنا لنستدعي الموقف لنطالب رئيس الحكومة المرسوم المعلوم وأننا عازمون على تصعيد نضالتنا ونحمل كامل المسؤولية لرئيس الحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع. مجموعة الليمون الشرقية تريد نسيب إلى مكان رئيس الحكومة
باش يفعل المنظومة المساري 2011 باش يفعل الوظيفة العمومية 14% ديالنا الناس ديال الشاشة ديالنا فرسيين 100% من اي حل كان سواء كان تم الحل الاخير اللي كان ديال افريق النسبه ديال النجاح الشرق نسبه ضئيله جدا جدا يعني لان هذه المنطقه هذه نائيه 100% لان ما كان لا شركات لا مصانع لا والو نطالب مجموعه ديموشنيه بالادماج المباشر والفوري للوضع يخدم الصوره شنو بغيت نسميها لا لا متوقعينا وما خايفينش منها دابا سيد رئيس الحكومة أمين عام كيف عدد الأمنية عطانا رقم الهاتف تاعو على أساس أنه يكون لقاء رسمي مدينة الرباط لحل مشكل المعطلين للتحاور حول مشكل المعطلين